لقاء روحي رباني لا علاقة له بالسياسة، فخلينا نبقاو في الجو الروحاني بعيد عن السياسة. هضرنا على بالنسبة للزيارة ديالك المراجع اليوم، وانا عندي انا عندي دائما شعور خاص في هذه اللقاءات هذو. عندنا في الصيف في رمضان المقبل في السوس عندنا مهرجان مثله، جي ناخذ التجربه وكذلك جي ناخذ الدعوات. وبعد المناسبه هذه نتمناو الشفاء ونتمناو لجميع المغاربه بما فيهم جلاله الملك، وكنتمناو الشعب المغربي يتقدم في هذا الجو هذا الروحاني الرباني. بالحضور ديال الرئيس، نساو السياسه ودعيو مع المغاربه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.